مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية صلى الله عليه وبلغ طاعن الإملاء في فنامه الإيضاح وانتهى عبر إلى اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه، يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه.